مرحبا حبايبي، شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. اعتذر عن الغياب، صار لي فتره ما مسوي فيديوهات. هذا كله بسبب الدراسه والعمل والتصوير، بس ان شاء الله استرجعتكم بفيديو جديد. طلبت مني اسوي لكم فيديو عن ماذا يوجد في حقيبتك تدللون. حاليا راح اسوي لكم هذا الفيديو، ماذا يوجد في حقيبتك. بس لا تتفاجئون، يجوز راح تلقون شغلات قديمه، شغلات يجوز خايسه، يجوز شغلات منتهى صلاحيه، يجوز تلقون قشر مال برتقال، يجوز قشر مال موز، ولو اني ما اكل الفواكه للاشخاص اللي يعرفوني. بس دا احاول اكل، والله دا احاول، ان شاء الله تنفع المحاوله. راح اسوي ماذا يوجد في حقيبتك ونشوف ايش راح تلقون وياي. ننتقل الى الحقيبه. زين، بيش تبدون ابلش؟ نبلش بالصغار ونرجع للكبيرة، لو بالكبيرة بعدين الصغيرة، شو تقولون؟ يلا ماشي، راح نبلش بالكبيرة نرجع للصغيرة. بس هنا راح تصير مقابلنا، خلي هذول هنا على جنب. طيب اعتذر، هاي انفتحت لي، اخذت منها سماعة، احتاجيت او بالاحرى احتاجيت ميكروفون حتى استخدمها تصوير هذا الفيديو. حاليا الميكروفون هنا هو، بس انتم ما تشوفوه، راح اشوفكم هو بعده هذا. تدرون سوالف تصوير عاد. طيب راح نبدي حاليا بهاي الحقيبه. هذه شنو؟ هذه مطاره مال مي، اخذها منه اطلع شي مكان بدون يعني الواحد يعطش يعني، فلازم المطار. لا شقه وياكم. هذا فلاش، هذا فلاش استخدمه بالتصوير الليلي، مرات بالتصوير النهاري هم استخدم الفلاش. ما اعرف اذا بي بطاريه، ما بي، لا يوجد فيه بطارية. على كل، ايش عندنا بعد هنا؟ مثل ما شفنا حبايبي، هاي العدسة الصراحة كثير استخدمها، تنطي عزل كلش حلو، بنفس الوقت بيها ستابلايزر اللي هو نظام مانع الاهتزاز، وبيها المانيوال فوكس والاوتو فوكس. واعتذر للاشخاص الاقدام متابعيني، اول فيديو مسويه كانت غلطة من عندي، قلت المانيوال فوكس والاوتو فوكس، قلت هاي تتحكم فيها بالزوم، بس انا كنت اريد اقصد بيها تتحكم بالفوكس، هل هو مانيوال اللي هو انت بايدك تسويه، ام اوتو فوكس اللي هو الي، يعني اما يدوي او الي. انا قلت تتحكم بالزوم، سوري، اعتذر 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 اعتذر. هاي بطاريات حتى نشغل فيها شو اسمه. مثل ما تشوفون ركبنا لكم بطاريات، وراح نسوي لكم تيست، ما ادري اذا يبين واضح. لا كلن زي القوة ماله، هذه استخدمها لتقليل الإضاءة مال الفلاش أو داخل الفلاش. راح أشوفكم شلون تركب. تركب هذه بهاي الطريقة. مثل ما تشوفون حاليا هذه كمت عندنا بهذا الشكل. صراحة استخدمها دائما بالتصوير الخارجي او الداخلي. ليش؟ لان الحلو بيها انه تشتت الاضاءة، ما انه تصير اضاءة كلش قوية بحيث يصير عندنا اشكال بالتصوير. هذا
على كل عندنا هنا سوالف تعبانة قديمة، هاي نمسح بيها العدسة. ولو اتوقع التيشيرت انظف من هاي صايرة. المهم هذه وصلات جديدة، خاف القديمة تتوصل. مو قلت لكم يجوز تلقون سوالف صار لها فترة طويلة. مجموعة باتريات إذا حتشوفوهم كن هذول الباتريات للزبل. المهم هذه حماية العدسة، هي فلتر بس مو تقلل الإضاءة، مجرد أنه تحمي العدسة قرب. تشوفون هذا هو، ولو هسه حاليا حتشوفون، شوفوا الحركة الحلوة. هذا هو الفلتر، وهذه بيها ماي هيك شي تنضف عليه، والصراحة ما جبت احد لما استخدمتها. المهم هاي كل شي هنا حاليا، هاي هنا فرغت، راح نجيب بالصفحات. شوفوا هذا الريموت اللي استخدمه دائما بالتصوير، هذا يفيدني الصراحة بالتصوير الليلي، خاصة بتصوير السيتي سكيب. لازم الكاميرا ما اطخها ما تتحرك، فاستخدم هذا دائما، يساعدني في عدم اهتزاز الكاميرا. طيب في الجهة الثانية شوفوا جدا محافظ عليها، من وصلت من الشحن الى حد الان بعدها بالباكت مال الشحن. هاي اتوقع باكر راح استخدمها. شوف شو تدور عليها هسه لقيتها، هذه باكر راح تفيدنا بالتصوير. على فكرة باكر ان شاء الله عندنا تصوير، وان شاء الله راح اشوف اما راح اقدر انه اصور غادي اخذكم وياي لحظة بلحظة، او ممكن ما راح اقدر. على كل هاي استخدمها مع الصوت، ما راح افتح حرامات لان كلش طويلة، تقريبا يمكن 5 امتار هيك شي. هاي تفيدني put in و put out، ما ادري شو يسموها صراحة. وهذا ايضا لاقطة تدخل تحت التيشيرت تحت البلوزة. المهم للاشخاص اللي ما متابعيني قبل، اول فيديو يشوفوا هذا، انا استخدم كاميرا كانون ما ادري اذا واضح عندكم هنا 750 دي. ماشي هنا هاي كلش مهمة، لأن مرات مثلا بالتصوير انسى ما شحن البطارية او تخلص البطارية عندي، فشيل الشاحن دائما احتياط. بالجهة الثانية اكو طفل جديد انولد ويانا من ضمن هذه العائلة الكريمة. هذا لا، هذا قديم، هذا مجرد انه حتى للشمس. وهذا الطفل الجديد انضاف الى باقي العائلة، ليس سمي الطفل لان هو فعلا طفل. هذه عدسة كانون 24 ملم مثل ما تلاحظون، يعني كلش صغيرة فوق ما تتصوروها صغيرة. هاي بدون شو اسمه، هاي العدسة هاي ان شاء الله بعد راح اسوي لكم عليها انبوكسينج، وراح تشوفون مميزاتها لاني راد لها وحدها فيديو كامل. ماشي هذا شنو هذا؟ هذا مو ناسي يعني بيجي نطلع، مو هذا له فايدة. عندكم هذه اللي هي القابضة، هاي من تشيلها مثلا تريد اشياء تستخدم هاي وحدها. انا حاليا مثلا مستخدم تفتح هذه تستخدم بطاريتين، زين اذا تريد تستخدم بطارية واحدة تشيل هذه تخلي بطارية واحدة، وهذه بيها مثل ليض احنا نسميها او سنون، فحتى لا تنعدم فاستخدم هذه. هنا ماكو شيء.
بعد كل بعد الظهر. هاي الشيء هاي الجنطة، هاي الجنطة الصراحة بالأيام الجاية راح تفيدني كثير، لأن استخدامها بالتصوير كلش حلو للأشخاص الجدد. شنو هذي؟ هاي مجرد انه عتلة تدور هيجي وخلاص، يعني ما لها اي فايدة. ما ادري العالم ليش يستخدمها. شيخ وياكم، هذه شنو فايدتها؟ راح اسوي لكم تجربة بركة تصير، لانه يعني بالحق انه موبايل. المهم حاليا راح احاول، مع علم عجيبة غريبة هي ما تخلي بطارية، بس يعني اسوي لكم هي كمجرد انه راح اشوفكم شلون تشتغل. نضغط هذا الزر. هذا استخدامها. هاي تفيدنا بالتصوير الحركي، مثلا حركة معينة. هذا فائدتها. طيب هذه اللي هي الأوسمو موبايل، والحلو بيها ما تتحرك، يعني احرك ايدي والاساسية تبقى ثابتة. ماشي. صراحة من اكثر الاشياء اللي عجبتني كاختراع وكشي استخدمته وكثير استفادت من عنده، وبيها السوالف كلش كلش حلوة للاشخاص اللي يعرفون يستخدموها، وان شاء الله راح اسوي بيها اعمال قريبة. اكو فيديو كامل بعد راح انزلهم عليها مع حركة الركض، اللي هي شو نقول، واحد يركض وانا صورة. بس الحلو بيها انه ما راح تلقوا بيها الاهتزاز، مالك انه ويتشي، لان هي اللي راح تتحرك، وبيها منا هذا اللي هو المحرك اللي هنا، ومنا المحرك. بس عند الصراحة منا حمى. ليش حمى؟ لان ما كانت متوازنة فاليد تحمى. هذا الكيبل مالتها، الكيبل مالها حيل غريب، لان الشحن مالتها شوفوه مثل ما سماعه، صراحه يعني اغرب كيبل شحن شفته. ايش عندنا؟ عندي هذا كلش مهم. شلون يسمونه انتو؟ اللي هو الباور باند، اللي هو الشاحنه. قوته 20,100، يعني تشحن لي الأوسمو موبايل، تشحن لي الموبايل، وتشحن لي واستخدم ايضا هذه حتى اشحن بيها الباتريات للفلاش، لان تدرون مرات الشحن مال الباتري يخلص، فتحتاج انه عسري يعني تشحن الباتريات وما في كهرب، فعن طريق هذه تشحن الباتريات هذولا. ماشي. شيء حلو صغير اللي هو يستخدم ما بين النقل من الموبايل على الفلاش. وقعدنا هذه الحين تحكم يشوف شكو بيها. اوه لسه لي فاتح. هذه كاميرا صغيرة تشبه اللي هي بعض يسموه جوبرو، هاي السوالف. هاي اسمها سلورا. كاميرا كلش حلوة، تصور بيها تحت الماي، فوق الماي، تقدر تثبتها على هذا الحام، تثبتها على السيارة، تثبتها على جام، تصور شروق وغروب، تسويها. ها بها عدة خاصيات من التصوير، من ضمنها تصوير الفيديو اللي هي فيديو عادي، تصوير الصور والتايم لابس والسلو موشن، وتصل دقتها الى 4K. بس صراحة ما تنطي دقة 4K، ولكن تصور الى حد 4K. وهذه الساعة مالتها انه اذا انت في حال جو المي او بعيد عنها، تقدر بضغط الزر واحدة تصور فيديو، او بضغط الزر واحدة تاخذ صورة. وهاي بعض الحوامل مالتها، وهذا حامل صغير لها. هذه الشنطة الثالثة. هذه الصراحة الفترة الأخيرة كثير قامت تفيدني وقمت أستخدمها. هذه اللي هي العاكسة،
مثل ما تشوفون الحادث اللي صار بسبب هذه صراحة كلتش بيرن. حاليا راح اشوفكم هذه هذه العاكسة، بس دير بالكم وانت تفتحوها لين تفتحوها وما تهاي وراضيكم ترى اطشر. ايوه هذه العاكسة نرجعها بعد لي ورا. مثل ما تشوفون هذه العاكسة بيها عدة اوجه، اللي هو هذا الوجه وهذا الوجه وجه الاسود، وبيها بعد هنا فضي هنا ذهبي وهذا ما بيناته شفاف. زين يعني تقريبا بيها اربعة اوجه. هاي كلش حلوة بتفيد بالتصوير. ماشي الترايبودات، عندي هذا الترايبود، ترايبود رقم واحد، هذا الترايبود رقم اثنين، ترايبود صغير وخفيف، وعندي ترايبود رقم ثلاثة اللي حاليا اللي دا اصور عليه. ونسيت اشوفكم شغلة اخيرة، تيب تيب بعض المرات تحتاجوه، انكسر عندكم شغلة وقعدت عندكم شغلة تريدون تربطون شغلة على شغلة، اي شنو هالشغلة ما ادري، بس المهم عندكم هذا التيب تقدرون تربطون بيه. سوالف حلوة. وهذا كان الفيديو مالنا اليوم، اتمنى انه ينال اعجابكم. هذه الشغلات الموجودة بالحقيبة، والمشكلة مو من فتح الحقيبة، المشكلة من قاعد سدها، المشكلة يا من رجع كل شيء بمكانه. زين بس تدللون. المهم لاحظوا الكاميرا شلون يصير شكلها مع هذا، تصير كاميرا احترافية. يجون العالم يشوفك ماسك شيء يفكرك انه واحد احترافي، ما يدري بيك واحد صار لك يومين لازم كاميرا. على كل والصراحة التصوير شغلة كلش حلوة، بس بنفس الوقت غالية، تحتاج له فلوس، عدسات كلش غالية. مثل ما تشوفون هاي العدسات اللي انا استخدمها، هاي عدسات مو انه كلش تعبانة كلش او ميد ان تشاينا ومن هالسوالف هذي، ولو هو كله ميد ان تشاينا، بس عدسة عن عدسة تختلف بالجودة مالها. هاي من الفئات احنا نسميها المتوسطة، مو من الفئات اللي هي يصير الرينج مالها يصير احمر، الاحمر اللي هي الغاليه، هاي الفئات المتوسطه. وننطيك انت بالنسبه لك حاليا ما تحتاج الجوده كلش عاليه، تحتاج جوده زينه وانت تعرف شنو تستول عليها، هاي كلش كافي. ما تحتاج تروح تشتري عدسه ب 1000 يورو وانت ما تعرف ايش راح تستخدمها. اشتري عدسه رخيصه حوالي 250 يورو 300 يورو، تسمعون 250 300 يورو هاي عدسه رخيصه، من راح تعرف تستخدمها ذاك الوقت. تريد تشتري عدسة أحسن منها اشتري لك واحدة هم 1000 يورو. على كل مثل ما شفتوا حبايبي هذا كان الفيديو مالنا اليوم، أتمنى إنه ينال إعجابكم، وانتظروني إن شاء الله فيديوهات قادمة. وتحياتي لكم، أحبكم أموت عليكم، لا تنسوني من اللايك والسبسكرايب، شقد تدعموني بالقناة شقد أستمر، وأشكركم جزيل الشكر بالفترة الأخيرة الصراحة جاني دعم كلش قوي للقناة، يمكن ما حد ما يعرف كثير عدد المشاركين، بس أنا اللي أعرف، لأن المشتركين أو المشاركين أنا بالنسبة لي يعني مخفية، مسوي عليها إخفاء، لأن بالنسبة لي مو شيء أساسي إنه يفوت شخص يريد يشوف إيش قد عدد المشتركين، يريد يشوف كم واحد عندي. أنا بالنسبة لي أريد أفضل تكون هاي الشغلة سرية، ولكن بس أقول لكم إنه بالفترة الأخيرة أشكركم جزيل الشكر. خليتوها ترتفع بمستوى جدا عالي، مستوى انه اني ما تخيلت انه هذا دعمكم، بالرغم انه اني متوقع ان ازيل الفيديوهات، بس اشكركم. وان شاء الله اكو فيديوهات قادمه، وفيديوهات ان شاء الله بالخارج، وفيديوهات تعليميه. اشكركم، احبكم، اموت عليكم، في امان الله.